السلام عليكم، مرحبا. نلاحظ في ناس يزيد وزنهم في رمضان، اوكي، لعدة اسباب. ليش؟ لان قاعد ياكلون اكلات الدهنيه بكثره، واكلات سكريه، سكريات، وايد ناكل سكريات. يعني هاي من الاسباب الرئيسيه حتى ايام العاديه. ليش؟ لان هاي وظيفه الانسولين، ياخذ السكريات يخزنها وين؟ في الالياف او في العظم، للطاقه طبعا. بس اذا صار امتلاء خلاص ما في مكان لهم، ياخذهم يوديهم وين؟ يدور ما في مكان، يوديهم للخلايا الدهنيه فيتحولون الى شنو؟ للدهون. طبعا هاي من الاسباب. والسبب الثاني اذا تمينا مثلا ناكل وجبه ولا وجبتين حتى ايام العاديه، ترى لاحظوا في ناس كان وايد وياكلون وجبه وجبتين بس. شوفوا كل شيء تصرف وين؟ في المخ، يعني في العقل، فيفكر انت اي شيء تساوي يحفظ. فاذا تميت يوم يومين ثلاث، خاصه احنا رمضان، ان تتم ساعات طويله ما تاكل شيء، فايش يصير؟ اقل شيء لو تاكل اي شيء وش يساوي في الاكل؟ ياخذه ويخزنه، يقولوا ايه هاي بيتم ساعات طويله ما بياكل شيء، فانا احتاج الطاقه لهني لهناك فيخزنهم. فهاي بعد من الاسباب، اذا تخزن تحول للدهون طبعا. فيفضل دائما نفس ما قلنا، سواء في رمضان او غير رمضان، ناكل وجبات خفيفه، كميات خفيفه او قليله، ونكثر الوجبات. كل ما كثرنا احسن، نعدل الوجبات. وهاي بعد شنو؟ حق شنو زين ذي؟ نفس ما قلنا من قبل، ينشط الجهاز حرق الدهون، ميتابوليزم. هذه لان اذا ما تاكل دائما يكون بطيء، كل ما كليت يعني شغلت الجهاز الهضمي، هاي بعد شنو؟ تنشط. والله يعطيكم الصحه والعافيه، وشكرا.